السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. نجتمع أيها الأحباب ونستغل الفرصة، نستغل الفرصة للدعاء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا ختم القرآن العظيم. يا رب تقبل منا ختم القرآن العظيم. يا رب اجعل القرآن الكريم لنا في الدنيا مرشدا وفي القبر مونسا وإلى الجنة رفيقا. يا رب ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم يا رب العالمين ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اجعل حجة لنا لا حجة علينا، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم يا رب العالمين نسألك أن تتقبل منا قيام ليلة القدر. اللهم تقبل منا قيام ليلة القدر، واجعلنا قد أدركناها، واجعل لنا فيها أوفر النصيب. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وأقاربنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب جميع المؤمنين والمؤمنات من النار، واكتبنا يا مولانا في أهل الجنان برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. نسألك اللهم خير المسألة وخير الدعاء، ونسألك اللهم خير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب، ونسألك يا مولانا خير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا وارفع درجاتنا، وتقبل صلواتنا واغفر لنا خطايانا. يا الله يا الله يا الله. نسألك الدرجات العلى في الجنة، نسألك الدرجات العلى في الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى بجوار خير الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبجوار صحابته المكرمين من الأنصار والمهاجرين.
مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا الله يا الله يا الله. اللهم يا رب العالمين، لا تدع لنا في رمضان هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مولودا إلا أصلحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسجونا إلا سرحته، ولا مسافرا إلا سالما غانما رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في أحد كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وفائقنا ودليلنا إليك وإلى جنات النعيم. اللهم وذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم واجعلنا ممن يقيم حدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم وانفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد، ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد، واجعلنا بتلاوة كتابك العظيم منتفعين، وإلى أوامره ونواهيه خاضعين، وعند ختمته من الفائزين،
ولتوابه حائزين. يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا ختم القرآن. اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك في هذه الساعة المباركة أن تغفر لأحبتنا الذين فقدناهم ورحلوا من دار الفناء إلى دار البقاء. اللهم ارحم أمواتنا أجمعين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا، وارحم أحبابنا ومقربينا وأصدقائنا وجيراننا وكل المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. يا رب يا رب في هذه الساعة المباركة منهم من يتعذب في قبره لم يقدم عملا صالحا، ومنهم من لم يجد من يعلمه الدين ووقع في الخطايا وهو قلبه سليم. يا رب يا كريم اغفر لنا ولهم أجمعين. اللهم اغفر لموتانا وموت المسلمين أجمعين. اللهم عافنا واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يا رب إن أمواتنا أصبحوا مرتهنين في تلك الحفر المظلمة لا يستطيعون زيادة من الحسنات ولا نقصا من السيئات. يا الله ندعوك يا ربنا أن ترحمهم في هذه الساعة. اللهم جازهم بما عملوا من الحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. يا ربي ارحم أمواتنا أجمعين. يا ربي إننا ضعفاء وهم ضعفاء وأنت القوي، ارحمهم أجمعين. اللهم انقلهم من ضيق اللحون ومراتع الدون إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح مضبوط وظل ممدود. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورهم مزارا للملائكة، روح وريحان وجنة نعيم. اللهم أدخلهم الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا وضعنا في القبور وتركونا إلى منكر ونكير يسألوننا، لا منجي عندها سواك، لا رحمن عندها سواك، ولا رحيم عندها سواك. يا الله يا الله يا الله. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم أعدنا من عذاب القبر وأعدنا من الضلال وثبتنا عند السؤال برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. نسألك يا ربنا في هذه الأيام المتأخرة من رمضان، نسألك اللهم يا رب بوجهك الكريم أن تجيرنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم حرم أبداننا من النار. اللهم يا رب العالمين يا عزيز يا غفار، احشرنا تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب العالمين إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. يا الله يا الله يا الله إليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. يا الله يا الله يا الله، اللهم هون على عبادك سكرات الموت، اللهم هون على عبادك سكرات الموت. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا الله يا الله يا الله، إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك يا مولانا مسألة المساكين، نسألك من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم، يا ربنا اغفر لنا أجمعين وارفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم احفظنا من كل خطر، واحفظنا يا رب من كل مصيبة. اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم أبعد عنا الغلاء، واحفظنا يا ربنا من كل وباء، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مقلب القلوب أن تثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مؤنس كل وحيد، يا صاحب كل فريد، يا قريبا غير بعيد. نسألك اللهم يا رب العالمين أن تشافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم شافنا وشافي مرضى المسلمين. اللهم يا رب العالمين، نسألك يا رحمن يا رحيم أن ترفع عنا هذا البلاء. اللهم ارفع عنا هذا البلاء. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا ومن أمامنا ومن خلفنا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم احفظ سلطاننا وقائدنا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. اللهم وفقه للخير وأعنه عليه. اللهم شافه وعافه وداويه. اللهم ارزقه المدد في العمر، وارزقه المدد في العلم، وارزقه المدد في القدرة، وارزقه المدد في الاستطاعة، وارزقه المدد في الإيمان. المدد المدد يا الله، المدد المدد يا الله، مدد مدد يا الله، مدد مدد يا الله. اللهم أقر عينه بولي عهده المحبوب المولى الحسن، وأنبته نباتا حسدا. اللهم وشد أزره بسنوه السعيد المولى الرشيد وكافة أفراد أسرته الشريفة. اللهم احفظ كل رجالات هذا البلد يا رب العالمين. إن أحبابنا من الأطباء ومن الصيادلة ومن الأساتذة ومن رجال الأمن ومن رجال الوقاية المدنية ورجال النظافة وكل قريب وبعيد أقاموا عملا صالحا. اللهم أعنهم وبارك لهم في جهودهم وجازهم عنا خير الجزاء. اللهم كل من صار في هذا البلد الأمين بالخير والبركة يمد يديه للخير. اللهم زده خيرا في خير، وزده مددا في مدد. اللهم علي درجاتهم. اللهم وارزقنا جميعا المحبة والألفة فيما بيننا. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم ألف بين أئمة المسلمين أجمعين. اللهم اجعلهم جميعا يأتلفون على راية الإسلام، على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بحرمة وبركة وسر
صلاة على المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.